أنا عز الدين السخني، مدير مركز العمليات في شركة البريد الأردني. من خلال الأزمة اللي كانت فيها مرت فيها البلاد بأزمة كورونا، فكرنا بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية حكيم، وبالتعاون مع وزارة الصحة، بأنه نسهل على المواطنين توصيل الأدوية لمنازلهم، مشان نخفف من أعبائهم بالتنقل بالمواصلات ومن أماكن تجمعهم في المراكز الصحية. فقمنا بإنشاء منصة من خلال منصة حكيمي، بيقدر أي مواطن منتفع في وزارة الصحة بالدواء المزمن الشهري خلينا نحكي، يسجل بيأخذ اليوزر نيم الباسورد تبعه، بطلب دواء لعنوانه اللي هو بعبيه ومعلوماته اللي هو بعبيها بشكل شهري، بصير يصله علاجه للموقع اللي هو بيختاره. هاي الخدمة طبعا هي مقابل مبلغ رمزي بدفعه المواطن. باشر المشروع عندنا في عام 2022، مغطين إقليم الوسط تقريبا بالتعامل مع مستشفى البشير هو المركز الحالي. بالخطوة المستقبلية راح نغطي إقليم الشمال وإقليم الجنوب بإذن الله. بالحقيقة الإقبال على الخدمة لسه ضعيف، لأنه هي خلينا نحكي في بداياتها، نتأمل إن شاء الله في المستقبل تزيد الطلب عليها لتسهيلها على المواطنين وعلى المراكز الصحية مشان ما يتعرضوا لضغط مراجعين. تقريبا عندنا ما يقارب من 8500 إلى 9000 حالة إحنا من بداية العام 2022 بنختمهم. طبعا هاي الخدمة من ناحية انها خففت على المراجع وقته وجهده وتكلفته بمراجعة المراكز الطبية، ايضا خففت على موظفين المراكز الصحية والطبية بانه يتعاملوا مع الحالات اليومية باستثناء الحالات والمراجعين باكتظاظ المراجعين اللي بياخذوا دواهم بشكل شهري.